صفحه 111 في الكتاب الجديد ومعمية وكام بقى في الكتاب الجديد اللي فيها مية وخمستاشر يبقى يا 111 يا 100 وايه؟ يلا بسرعة نشوف يا مهندس سبيشال تايب اوف ليبرسي. الناس بقى تسمع وتستهدف في المال وتركز. مش كفايه كده خمسه وثلاثه تقول لا ده فيها معتمدين. انا هعمل السن في السن ده او بشكل كاتب في قمته دي ده مين؟ على مناعه. ومين اللي عمال ينزل ينزل لحد اي جانب؟ عشان كده انا كاتب تحت اميونيتي بين قوسين بس عشان ما تتوهش مني. قول انا عندي السن بتاع المناعه اهو. مين اللي على راس القائمه؟ ومين اللي في القاع؟ سؤال، هل في مناعه اقوى من التوبركلويد؟ لا. هل في مناعه اقل من الكلوروتس؟ لا. قول له في. هي دي المشكله. احنا متعودين ان التي تي ده اعلى مناعه. قول له لا، ده ممكن المناعه تكون اقوى من كده. وتبقى اقوى من كده تعمل ايه؟ تلم الموضوع بدري. قول له ما احنا كنا لمينه بدري في النيرف، ها؟ يعني هو في كده وفي الدرمس طق فحصل سكين ليجن ولوس اوف سنسيشن. قول له لا، ده في نوع من انواع الليبروسي ممكن المناعه تبقى قويه جدا لدرجه انها تعمل ليميتيشن للاورجانيزم وهو في النيرف قبل ما يروح ايه؟ فيجي لك لوس اوف سنسيشن فقط بدون سكين ليجن. يروح يقول لك بص يا دكتور انا دراع ده نمل او دراع ده ما فيهوش سنسيشن او حصل ويكنس. تبص على جلده ما تلاقيش حاجه. احنا اللي بيخلينا نقول ليبروس اللي بتلاقي بطرش كده صح؟ هايبوبيجمنتد ده معقول وما فيهاش سنسيشن وما فيهاش شعر والكلام ده كله. هنا ما فيش سكين ليجن. النوع ده ايه اللي خلى ما فيش سكين ليجن؟ ان الموضوع تم التعامل معاه بدري جدا من قبل ما يطلع يعمل حاجه في الجلد. ليه؟ لان هو اول محطه ليه زي ما قلنا النوع رايح مين؟ للشوان. الناس اللي كده وفهماني النوع ده يا بنت استهدوا بالله خلاص خلاص مش هيجي لنا ونبدا خلاص معلومه معلومه يا ستي استغفر الله العظيم انتوا بتحاربوني يعني فاهم انا حاسس ان انا بحارب بس ده خلينا اقول لك كلمه حقوق النوع ده طبعا مش هيجي لبتوع الجلدين وممكن يجي عشان دي برضه تسكت ليه مش هيجي؟ لان هي ده بيبقى بريفرال نيوروباثي ويزاوت ها سكين مش هيكشف عندك ده يروح البطنه يروح الروماتولوجي يروح الاعصاب يروح اي حاجه وده وان اوف ذا كوزز اوف بريفرال نيوروباثي خدت زمان دايابيتس فيتامين ديفيشنسي مش عارف تروما تي في ليبروسي ليبروسي من ضمن الانواع النوع ده اسمه ايه مكتوب عندك اسمه بيور نيوريتيك بيور نيوريتيك ليبروسي من اسمه كده يعني ليبروسي لا يحدث الا وده لو عوزت تشخصه لن يشخصه شيء الا نيرف بايوبسي اخد عينه من ايه؟ من التغيرات والمشاكل حصلت فين ها؟ في النيرف بس حد فاهم حاجه؟ طب استنى في الغالب مش هيجي لك الناس بتوع الجوزان بقى عشان عندهم الراجل وقرايبه وبتاع ممكن تبقى ايرلي مانيفستيشن لحاله هو يسال عليه في لوس اوف سنسيشن حتى لو ما فيش سكين ليجن يبدا معاه في الانفستيجيشن قول لهم كده بتعملوا ايه؟ بالظبط ما اصل خدوا بالكم يا جماعه هي ممكن تكون الحاله دي لسه بدري يعني هو دلوقتي النيرف اتاثر وبكره وبعده مش هبينا بتاع اللي بيبقى عنده سكين ليجن يبقى كده صح ماشي اوكي بس ده ممكن تكون ايرلي كيس يعني بمعنى ايه ان انا كمان شويه السكين ليجن يطلع انا برضو مش هنجمها دي ما اعرفهاش هم بيعرفوها ليه عشان هو بيسال في الريليتيف بتوع قرايبه اللي هم اكثر عرضه ان يجيله من مرض فانا والله مثلا ايه واحد عنده ليجوسي وقرايبه فبساله كنا زمان بنسال سؤال بسيط حد في العيله عنده ليجن طلع له حاجه لا دلوقتي كمان نقول له حد في كمان بيشتكي من ان فيروس ليجن تنميل بتاع ولا افحص العيان حتى لو ما عندوش ايه
سكينيشن. وجود لوس اوف سنسيشن كود بي ذا ايرلي مانيفيستيشن اوف ليبوسي. انا مش هعرفه الا لو ما كان في ليبوسي والكلام ده كده. هو بيعمل في الحياه العاديه هو مش هيجي لي اصلا. هو هيروح بتوع البطنه بتوع ما اعرفش ايه الكلام ده كله. طب هو ليه بس النيرف بايوبسي هي اللي بتشخصه؟ يعني بي سي ار لسه لما جه ما انتشرش. البي سي ار مش جديد. البي سي ار بتاخد فلويد او ليجن. البي سي ار اكتر في حاجه ايه في المالتي اسيد. المهم احنا فهمنا اللي انا بقوله ده. البي سي ار بيتعمل على التيشو برضه باخد منه ما عنديش حاجه في السنين. المهم عرفنا ادي اول نوع. وده بقى بصوا لو حد بص على المثلث اللي انا عامله ده بقى قبل وفوق ها يعني السلم زودنا له درجه كمان قبل التي تي بقى فيه البيور نيوريتك كمان. طب انت دلوقتي متوقع ان البرونتاز ده اخر حاجه تقول له انا ما فيش بعد كده ده اخر حاجه خالص مين المناعه بقت ضعيفه والسكين ليجن بقت كتيره لا وبقت بايلاترال ويه ها لما انتشرت وبقت نوديول مش باتش ليه نوديول ها مليانة أورجانيزم كتير. وبعدين خد بالك ده يقول لك حتى ده اللي بيعمل ايه ها اللي يوناين ايه فيشز. بص بقى ممكن ناس تبص ليها عشان حته مهمه جدا في درجه اوحش من مين ها من البروتس اسمها لوشيو اسمها ايه اسمها بيور ديفيوز ليبوسي. ايه الكلام ده؟ خلينا اسالك سؤال كده والكل يجاوب عليه معايا. دلوقتي عيان البروتس زي النوديول ما هي هذه النوديول؟ النوديول دي جرانيولوما لا هو اورجانيزم كتير. بدل كان بيجي البوتشر ايه؟ يقول له في فرق في الكميه بنسبه قليله والترميشن قليل يبقى يعمل ماتشايه بس. التاني بقى يعمل نوديول كده. طب استنى انا عندي نوديول هنا وجنبها نوديول الحته اللي في النص دي ما فيهاش نوديول ليه؟ ما فيهاش انفيرتيل كتير ما فيهاش اورجانيزم كتير صح؟ معنى كده ان عيان الليبروسي لسه في الحتت اللي بين النوديول ما فيهاش اورجانيزم كتير. مين فين بقى التصور اللي بعد كده؟ في عيان يجي لك وشه كله او جلده كله سموث يعني ما عندوش ليه؟ تقول ايه ده ما فيهاش حاجه؟ ده يقول لك يا دكتور ده انا جلدي تخن. حد فاهم حاجه؟ هنا الليبروسي مش عامل نوديول حته وحته لا ده كل جلدك بقى ايه؟ يا جماعه بصوا لي الدرج هنا عندي كوليكشن عامل نوديولايه هنا عندي كوليكشن ها عمل نوديولايه حد فاهم؟ اللي حصل ان الليبروس هنا ما سابش سنتي في جلدك خد جلدك كله كده فبقى جلدك كله ايه؟ هو عين بس مش باين عليه نوديول. ودي حته خادعه ثانيه في الليبروسي. احنا خدنا ايه اول خدعه في الليبروسي البارادوكس؟ ان المالتي معاه نيرف افكشن كتير والعكس. هنا ممكن عيان يجي معلوش ولا نوديول ولا بدل ولا اي حاجه ويطلع نوع عنيف جدا من الليبروميداس ليبروسي اسمه لوشيو تايب او اسمه الثاني بيشرحه اسمه ديفيوز ليبروسي او ديفيوز كوتينيا ليبروسي. هنا ما عندوش ليجن ليه؟ قول له لا ده هو كله بقى ليجن يعني هو المفروض البني ادم يطلع له ليجن. هو هنا بقى كله عباره عن ايه؟ ليجن وفي بني ادم. فانت مش هتشوف الحاجات دي. حد فاهم حاجه؟ مين خد معايا ماستوسايتوزيس؟ كان في نوع من انواع الماستوسايتوزيس اسمه ديفيوز كوتينيا ليبروسي. الجلد كله بقى حته واحده. انا هعرفه ازاي؟ الجلد كله بقى سكند بنفس الدرجه. حد يعمل انا بقوله ايه كده ما فيش ليجا لان هو كله بقى ايه طبعا ده حاله انيل من حالات الليبروميدز دي حاله سيفير من الليبروميدز عشان كده تلاقيها بعد السلم ما يخلص مرميه في الارض كده. الناس فاهمه اللي انا بقوله؟ ها شفت حالات زي كده ولا ما شفتوش؟ بصوا لي بقى خليك فاكر اللوشيو ده اللوشيو ده يعمل مشكله كبيره جدا هنقولها كمان شويه كده. خدنا كام نوع بقى؟ سبعه. الخمسه العاديين وواحد اكتر وواحد اقل. طب استنى نسال انو انو معانا هنا مش عارف اهو انو. بص بقى بس عندها تصوير بتاع الفولات التانيه بص بقى ابتدي معايا دلوقتي. لو قلت قاعده النهارده غريبه جدا ان النمبر اوف ليجن بطريقه غير مباشره يقول لي انت الليبروميتس ولا لا. بس واحد عنده 13 ليجن في الغالب الليبروميتس اللي هو المالتي ها واحد عنده ليجن واحد بس في الغالب بوسي او ديبروميتس صح كده. طب استنى انا قلت لك معلومه ثانيه النهارده ان شكل الليجن يختلف يعني اللي هو واحد ولا اثنين بيبقى ايه؟ باتش اوف بلاك
والتاني يبقى ايه؟ يعني الموضوع في الكم والكيف كمان. طيب استنى استنى شوف السيناريو الرهيب ده، واحد جاي ميجن واحد بس، فانت فرحان قلت ده تيوبركلويد ده بوي صح؟ قال لك بس خد بالك يا دكتور الميجن في صوره نوديول اهو، ده تناقض رقم ثلاثه، ما هي الدنيا مليانه كده، الدنيا مليانه تناقضات. ايه التناقض؟ انت ازاي سوري تاني ده؟ ازاي نوديول؟ يعني انت لو سوري تاني سمعتك كويسه تبقى لوسي تبقى تيوبركلويد يبقى باتش، لكن انت سوري تاني ونوديول مع اللي خلى ان في نوديول ها؟ في اورجانيزم كتير صح؟ طالما في اورجانيزم كتير والتعبات بتبقى مالتيبل، فاهمين اللي انا بقوله؟ طيب الحاله دي موجوده للاسف، وده النوع ثالث كمان، النوع ده اسمه هيستويد ليبروسي. اسمه ايه؟ اسمه هيستويد ليبروسي. ايه اللي يميز الهيستويد؟ استناني، هو سيمي ليجن او فيو ان نمبر، واحده ولا اثنين؟ عامل زي مين؟ بس مشكلته اللي جاي في سنه ايه؟ عامل زي مين؟ سؤال هسأله لك، انت عامل تيوبركلويد ولا ليبروكتس؟ لا يعامل ليبروكتس على طول، ده الامن، عشان كده مكتوب عندك ميلوشيو هو فاريانت اوف ال ايه؟ مين شاف الكلمه اللي بالبورد دي؟ يعني ايه فاريانت اوف ال ايه؟ هو يا جماعه نوع من انواع ايه؟ الليبروكتس. فاهمين اللي انا بقوله؟ بس اختلف ايه عن الليبروكتس؟ ان هو بيبقى سنجل ليجن او فيو ايه؟ لدرجه حتى بيسموه احيانا كلمه كده يقول لك درماتوفايبروما لايك، يعني عامل زي ايه؟ اللي خد معايا اورام او الفاتش كده مرتفع بالرمى سوريتا دي ليجا في الخلايا، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مين يبص على الخط ده كده؟ ايه اللي خلايا من كده التفسير مش عارفين حتى الان. وعلى فكره دي اصلا في سؤال اهم من ده، انا اعرف ازاي ان ليبرسي ماده طول ما تقول عليه ليبرسي ليه؟ اصل لو كان نوديول وكتيره وبايلاتر وسيمتريكال كان ممكن اقول بالطريقه الديفرنشال اناليسيس، لكن نوديول بواحده ولا اثنين هتقعد تقول لي انه بايبروما ترايكوتوريوما عفريتوما، الحالات دي في الغالب بتتشخص بالبايوبسي. مش هيبقى معانا انفكشن في الحاله؟ لا مفيش ماسك، وكان في ماسك الموضوع بقى دي بقى ما شاء الله. فعشان كده هو ده في الحياه العمليه بيشخص بعد البيوبسي، واحد جاي يقول نوديل ولا اثنين، تقعد تقول بقى والله ده كذا ده كذا، طب ناخد عينه تطلع فجاه يطلع جرانيوما ومش عارف ايه، يعمل له سبيشال يطلع له، فهمتوا؟ ده يعمل معاملات دي على طول ها؟ برومس ما فيهوش هزار، لان هو قيس ايه؟ كده لو بصينا في المثلث اللي فوق تاني، والمثلث ده انا لميت فيه معلومات كتير قوي، ركز معايا، القمة اسمها تيوبركلويد ومين اللي جنبه؟ اللي بروبتس تحت ال ال معاه اتنين، اللوش وده بقى ايه عنيف خالص والستويد وده ايه اللي بروبتس بس ايه فيو ان نمبر اور سيروتين. بص انا كاتب حاجه جديده جدا فوق قد المثلث، عامل حاجه كده اسمها ايرلي ليبروسي، وكاتب كلمه اسمها ان المرحله دي مرحله سريعه جدا في الليبرس، وعلشان كده سموها دلوقتي ان ديتيرمين اللي هي الايرلي ايه؟ يا جماعه الايرلي ليبرس مش هنشخصه الا لما تقرر تاخد عينه وتعمل سبيشال ستين وتعمل ماركر وتعمل مش عارف بي سي ار والكلام ده كله. طب انا اصلا مين هيعمل كده؟ ما انت كلينيكال ممكن تبقى ايه؟
حاجات تانية ويقعد ياخد علاجاتها لحد ما الحاله تبقى استابلش وتيجي بالصوره الكلاسيك اللي تخليك تفكر انها ايه مفهوم ولا مش مفهوم. اصل عيان الليمبوس كمان شويه هنعرف ان البوتشه دي لا فيها شعر ولا فيها علق ولا فيها احساس. ليه؟ لان النيرف باظت. النيرف بتاع السنتيشن باظ والنيرف بتاع الاوتونوميك اللي بيودي البلاس سبلاي اللي هي مش عارف ايه باظ والنيرف اللي بيعمل السويتنج الكورنيتيك باظ فكل حاجه ده بتفقد. فهمت كده؟ عندي كام نوع من انواع الليمبوس كده بقى كام؟ 9 كده بقى 9 لا 9 انا عندي الخمسه الرئيسيين وزودت عليهم ايه؟ خلاص؟ وانا دلوقتي قاعد كده في الارض ويروح سألك السؤال الآتي: ايه انواع الليمبوس اللي تعرفها؟ قول له كسلم مين يقول معايا تي تي في تي تي في تي ال ال وبعدين في حاجات متقدمه قوي معرفه قوي جدا وفي ناحيه اللي بروس اتنين بايظين روش ومين وزود الشير اللي هو بروسين اسمه كده بقوا 9 ولسه في حاجه ثانيه يا جماعة باختصار شديد مالك والله مالك متضايق من ايه؟ مالك هتروح تمشي؟ مالك ايه اللي جاي؟ جاي متأخر وبراتك يعني بتاع ما تجيش تضايق ما تجيش تضايقني عشان انا بروح مش ناقص يعني فاهم؟ ما تجيش تضايق في وشي عايزة تروحي؟ طب متضايق من ايه وليه؟ طب ايوه واحدة واحدة عادي يعني بعد عادي يعني ايه بقى؟ كانت بتقول لك ايه قولي؟ راس الوجع راس الوجع عندها صداع يلا طلع يلا كل حاجه موجوده عايز تاخدي ايه لما تاخدي الوجع تاخدي عايزه ايه بنادول عايزه بروفين طيب هجيب لك شاي ولا قهوه ولا حاجه والله احنا موجود يعني اقول لك احمد تعالى جنبي انا ايش وشي يعني اما سطعها خلاص بص صفحة كام اتشرت الصفحة دي ها اللي كنا فيه 103 شوف بس عشر ايه قهوة زيادة دوب قهوة زيادة دوب صفحة كام بقى 103 او 107 اللي احنا كنا فيه النيبروس 9 صح؟ 5 في السبيكترم، ايه هو السبيكترم؟ هذا زمان السبيكترم يعني اللي هو الدرجة ده كده والسبيشال تايب كام؟ 4 قول له لا ده في حاجة كمان اسمها ليبرا رياكشن بالمرة ودي في منها كام ثلاثة؟ ليبرا 1 2 3 عشان كده الليبروس بقى كلينيكال كام صورة؟ 5 4 9 3 ابو كام هناك 12 صوره بتيجي على جلد العيان بتاعك خلاص فهمنا منهم 9 فاضل الرياكشن بس هنقول الرياكشن بس لما يجي وقت ما تيجي طيب احنا فين دلوقتي الصفحه اللي بعدها يلا يعني لو في سؤال مثلا هو بيسال على الكاسيكيشن بتاعت بيقولوا اللي هي الدافئ مش بيقولوا كل ده بيقولوا كل حاجه بس الاسئله دي بتصير دلوقتي مفيش اسئله كبيره كده مفتوحه كل حاجه موحده تقول زي ما اقول لك كده هتبص في الاسئله ورا دبليو اتش او كلاسيفيكيشن اند مانجمنت اسئله كتيره قوي درجات قليله يعني مش يلا يلا دلوقتي بقى لو جه حبينا نتكلم على الكلينيكال بيكشر بتاعت الليبرس صح؟ ممكن تقول لك طريقتين يعني ايه طريقتين؟ تراك الاسم السيريم تقول له ده التيبركلويد كده البوردر لاين كده صح؟ نوع نوع او هو في كم محطة الليبرس قلنا؟ 4 حتت انت ونصيبك يا ابني 2 بس ولا 4 كلهم بترتيب معين
الليتنسي لما تيجي تذاكره او تتعلمه او تتكلم عنه ممكن بالطول او بالعرض. يعني ايه بالطول او بالعرض؟ انا ممكن اقول لك كده بشوف السؤال برضه واضحه. Discuss skin manifestation of leprosy. استعجلش انت. يعني ايه skin manifestation of leprosy؟ قول له skin بيبص في التيوبيكولويد وبيبص في الليبروكتس. بس بالتاكيد يبقى في فرق بينهم صح؟ يعني مثلا في التيوبيكولويد يبقى عدد ايه؟ قليل. ده عدد هنا مثلا باتش هنا يبقى لون كده يعني. السكين مشترك اهو. تحدث عن الميكوزا افكشن اوف ليبروسي. ها؟ مش هتجيب سيرته الا في مين؟ الليبروكتس. لان التيوبيكولويد ما فيش. طيب فمثلا ايه لو انا تخيلت انا ببقى ذاكر ازاي؟ بصوا لي هنا على الطريقه. انا ممكن اذاكر كده. انا عندي خمسه اكبر من الليبرو صح؟ هكتبهم كده بالترتيب دي. ماشي؟ صح؟ وعندي كم مكان؟ أربعة سكين أو نيرف بالترتيب سكين ميكوزا. المفروض تعرف تجاوب على المربع ده. مثلا الديكي مثلا النيرف ايرجي السكين فيو النمبر ميكوزا ما فيش؟ طب لو الليبروكتس مثلا هتبقى قول له النيرف ليت حد فاهم؟ سكين مالتيبل ونوديول وفي ميكوزا في هتفهم اللعبه دي؟ طب انا لو قلت لك مثلا تحدث عن النيرف كل النيرف هاخده بالطول بقى النيرف هنا كذا 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 النيرف هنا كذا 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 لازم مخك يبقى كده. فانا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هتلاقي مثلا استدي بلان صح؟ وانت بتجاوب على الكلينيكال بيكشر بتاعت اي ليبروسي لازم نحط في اعتبارنا ان هناك اربع حتت نير بالترتيب سكيل ميكوزا. انت ونصيبك بقى ياخد ده او ما ياخدهاش ياخدها بطريقه معينه او كده كل ده بقى انت هتقوله فين. طيب انا هعمل ايه؟ هتكلم عن النيرف بسرعه كده وهتكلم عن السكيل بسرعه وهتكلم عن الميكوزا بسرعه والانترنال اورجان بسرعه صح؟ عشان بعد كده تاخد منهم اللي يناسبك للمرض وبعدين اخد كل مرض واطبق عليه الكلام ده فاهمين؟ يعني انا كاني هعمل الحاجه مرتين صح كده؟ مره بالطول مره بالعرض مره بالمكان ومره بنوع الليبروس. الناس معايا ولا مش معايا؟ انت معايا؟ كم انت معايا؟ اثنين معايا ما شاء الله ثلاثه معايا. اديني جد كده خلاص؟ يلا كله بقى يركز بقى يلا يلا تعالى نشوف نبدا بالنيرف. طبعا هنا لما مثلا لو انا بتكلم عن النيرف افكشن خد بالك انا بتكلم كلام عام بتكلم في الكلويد على البروتس على كله. الناس معايا ولا بص على اول سطر وشوف الكلام ماشي سلس ولا لا. يقول لك النيرف افكشن ايرلي ومور ماركت في التيبركلويد. وليه؟ خلاص بقى انت فاهم اهو عشان اتكلم كلام عام قول تعالى لي بقى انت عايز النيرف؟ النيرف في التيبركلويد يبقى بدري وسيفير. النيرف في التيبركلويد هتبقى متاخر. خلاص؟ شوف تاني كلمه كلام عام سواء كده او كده احنا بنحب السوبرفيشال صح؟ ليه؟ انت عرفت بقى علشان عشان طب تاني حاجة ما هي هذه النلبات؟ قول له موجودين في الصورة عندك ولو مش موجودين انت تبقى عارفهم. شوف النلبات السوبرفيشال بري اوريكولار وستيل اوريكولار النر ماشي ريبيال وستيل تيبيال شورا نيرف. شوف الحاجات اللي هم ايه ها سوبرفيشال اللي هم بيقول لك احنا كدكاترة بنقعد نفحصهم حاطينهم قدام يقول لهم جذام من جذام الجذام ازاي؟ بنخليه من كده ليكشن هنا غير بلاستيك النيرف هنا اهو مصر المصر ماشي ده كمان ماشي تحت طب سؤال بقى هي النيرفات سنسوري ولا موتور ولا اوتونومي؟ قال لك ممكن اي حاجه من الحاجات دي عشان كده مثلا تقول ايه يا رب تقول له خد بالك في التيوبيكولويد النيرف بتاثر بقوه وبدري قول لي هتاثر حصل ايه؟ قول له والله لو كان سنسوري هيبقى فيه لوس اوف سنسيشن ولو كان موتور هيبقى فيه ويكنس ولو كان اوتونوميك هياثر بقى في البلاد ديزل والسويتنج والكلام ده كله. عشان كده نفهم بقى مكتوب تحت ايه؟ ما هي الكلينيكال مانيفستيشن اوف نيرف افكشن؟ قول له لو كان سنسوري الموضوع بيبدا الاول بهايبوثيزيا يعني سنسيشن وبعد كده يبقى انا سيزيا. فين يا دكتور؟ كله في المناطق اللي الدم ده بيغذيه.
وطبعا انت خدت زمان السنسيشن البين والتمبريتشر وايه. فانا بس اللي بعمله بجيب ده بوست كده ولا سيرين ده واشوفه كده لان ده بيقيس البين قطنا كده وتمشيها قيس التاتش فاكرين ميه دافيه الكلام بتاع زمان ده البين والتمبريتشر والتاتش. طب الاوتونومي الاوتونومي ده زمان مسؤول في البلاد تون يفتح ويقفل البلاد بيزل مسؤول عن السويت جلاند الكلام ده كله. فتلاقي ده ينعكس على ايه على الـ على البلاد سبلاي للجلد ينعكس على البلاد سبلاي للهير فوليكل ينعكس كمان على السويتنج وده اللي يفسر لك حاجه ان الليجن فيه بطشه. هتقول لك كده في الكتب انا سيتنج ما فيهاش احساس قول لي بس سنسوري باظ ويقول لك ما فيهاش سويتنج انا هيدروتنج بقول له يبقى الاوتونوميك باظ والشعر وقع وبتاع وقع بسبب الانفلاميشن بسبب الجرانيلوما بسبب ان مفيش بلاد سبلاي فهو وقع وخلاص. فاهمين؟ لو في عضلات هنا تبدا بويكنس وبعد عمر طويل تعمل ويستنج ودي يا جماعه من المشاكل اللي هي على اللونج تيرم بتاعت مين؟ بص يا سامسونج دي من المشاكل اللي هي على اللونج تيرم بتاعت الليبرس. انا لو سبته كده الاعصاب هتبوظ خالص. قلت طب وهتبوظ يحصل ايه؟ مش بس بس سنسيشن وتوقع انا خدت دي لوحدها وكمان ماسل ويكنس وبتاع ويستنج وده دي مشاكل خالص. مفهوم؟ طيب حد فاهم حاجه؟ ده كلام جميل جدا كده اتكلمت على النيرف. هتكلم على السكين كمان شويه بس قبل ما اقول ممكن مين بوستريم مين متوقع الجلد موجود في الاثنين صح والنيرف برده موجود في ايه؟ طب ايه الفرق بين النيرف هنا وهنا قلنا ده ايه وده ايه؟ طب ايه الفرق بين الجلد هنا والجلد هنا؟ خليك تفهم الفرق في الكم وفي الكيف وكل حاجه ونفسي تقولها من غير مذاكره. انا ممكن بقول لك يبقى فيو ليجن هناك يبقى مالتيبل ليجن هنا في لوسو سنسيشن كل حاجه هناك هيبقى ممكن يكون الانتكت سنسيشن والشعر والكل حاجه. حتى هنا بندمج الكلام مع بعض يعني وانا بعلق على الجلد خدت النيرف معايا حتى حاجه فهمتوها بسيطه جدا. طيب ومين هيبقى بايلاترال وسيمتريكال ومنتشر؟ طب بذمتك مين يبص على الصور اللي عندي؟ يعني مثلا في صوره فوق صفحه اللي فوق دي باتش الباتش دي تبقى انت مسكت دي على طول هي كله دي باتش وواحده وقليله ومش كتير وكمان لما جيت شكيتها ولما بصيت كده ما كانش فيها شعر يبقى خلاص كل ماشي ناحيتين. طب مين يبص على الصور اللي تحت؟ في نودول كتيره جدا في الفور هيد وفي الدراعات. انا عملت صور هي باينه ولا مش باينه؟ والنودل دي بايلاترال وايه؟ كله اولا جونه كتير ده ماشي مع مين؟ الجونه البايلاترال وسيمتريكال ماشي مع الليبرال. كونك كمان نوديول وريز ماشي مع مين؟ ولما اجي اشك كده بالابره ممكن الاقي لسه في سنسيشن يبقى انت برضه ماشي مع مين؟ مع الليبرال. هسالك سؤال هو طبعا احنا عارفين دي كتير ودي مالتي بس ليه بايلاترال وسيمتريكال ليه؟ عشان السيستمك يزين. بص يا جماعه في المراحل الاخيره بتاعت الليبروبيس خلاص الاورجانيزم ده اتدمر. هو كان لما انا حصل له انفيكشن وراح مسك النيرف وخلاص الديوركلويد بيلم الموضوع في النيرف وفي الجلد صح؟ الليبروبيس الموضوع فشل راح الدم وراح الجلد وراح الدربه ومش كده بس ورجع الجلد تاني بس عبره ما عشان كده لما بنرجع تاني نرجع بلات الرؤيه عشان كده اللي انا بقول ده دكتور هو لما بيتعالج البروبلم ده بيفضل كده مفيش صعب ولا على حسب. هو طبعا بيحصل ريزوليوشن للكلام ده لكن لو حصل سيكوي هقولها دلوقتي مضاعفات انت حاجه تدخل تاني يعني مثلا هقول والله لسه فاضل صفحتين ثلاثه كده ما هي المضاعفات ودي تحتاج تدخل تاني غير الدواء سيرجيكال مش عارف ايه ناخد ليمب ايه ليمب ايه هقول الكلام ده حالا دلوقتي خلاص. هتقول يا دكتور فهمت اللعبه دي؟ يبقى انا هنا عندي هنا نيرف وهنا نيرف بس اقارن بينهم، هنا في جلد وهنا جلد بس ايه؟ اقارن بينهم. الميوكوزا والانترنال كورتيك مش هنجيب سيرتهم الا في مين؟ البروبت، البروبت ما فيهوش حاجه. طب تعالى نطبق الكلام ده، مين اللي مكتوب فوق؟ ها؟ يعني مثلا تعالى نفترض بدلا ان انا كده بتحدث عن الكلينيكال بيكشر اوف ايه؟ هنا ما خدش مكان ده خد نوع من انواع النيرف. كل عارف اول كلمه هقولها ايه السايد افكتد؟ هيبقوا اتنين بس. هو ليه؟
والترتيب كده يا دكتور. طب في ميوكوزا؟ نو في سليتات صح كده؟ طب مين يوصل؟ بص بقى الله يرضى عليك. يقول لك السليتا الجنيشن واحد كفايه او كيو ان وكمان لو كده يبقى اسيمتك. اسيمتك الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش حاسس حد لا كله ده واحده ولا اثنين ثلاثه؟ وحتى لو كانوا اثنين ثلاثه مش هيبقوا ثلاثه لو كده. وبعدين بص يقول لك ايه ويند باركيت ماكيولو باتش. ليه يا ابني ماكيولو باتش ليه مش نوديول؟ عشان هو في اوضه الدكتور. ويبص يقول لك ايه ريسيمتس او كبري او هايبو بيجمنت لونها بيبقى متغير يا جماعه. ركزوا معايا مش عارفين السبب انت لو دورت كده مش عارف. بس هو ايه احد المجريات بقى ان انا عندي مفيش نيوتريشن كويس بلاش 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 مفيش معرفش ايه فالدنيا بايظه. بس انا في تكه مليون جنيه لو حد شاف الليبروسي الباتش ممكن تبقى هايبو بيجمنت لونها فاتح بس يقول لك نيفر دي بيجمنتد. هرمزان اللي تيجي هي مش بتدمر الميلانوسايت هي ممكن تاثر على وظيفه الميلانوسايت. يعني هو لما تلاقي كده في كتب هايبو بيجمنتيشن بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن قال لك من ضمن الاسباب الليبروسي اللي هي دكتور بيقلل على وظيفه الميلانوسايت والميلانين فورميشن وترانسفير وكل حاجه. لكن الموضوع مش هيصل لدرجه انه ايه ده يدمر الميلانوسايت خالص بحيث تبقى دي هام. عشان كده يقول لك ايه كلمه مهمه جدا هي هايبو بيجمنتد نيفر ايه. بعدين بص يقول لك ايه الليجن دراي يا دكتور دراي دي معناها ان ما فيهوش عارف. ليه ما فيهوش عارف؟ يقول لك الليجن هيرلس ما فيهوش شعر. ليه برضه ما فيهوش شعر؟ وثالث حاجه يقول لك ايه الليجن كمان انا ستك. يعني انا ستك ما فيهوش نساء. عارف لو حد ذكي او ضربت الاثنين في بعض وانا بتكلم عن كده اتكلمت عن نادي مانيفيكيشن وخلاص هتقول حاجه ثانيه بقى خلاص ولا هتقول ميوكوزا ولا هتقول حاجة. يبقى انا لو باختصار شديد كده عايز اقول كلمتين على التيوبركلويد هقول له ده بوتش ولا جيلة ونان سيمتري لان هو ما فيهاش احساس ولا عارف ولا شعر. بس ما تخليش الدنيا بعضها اللي اقل من خمسه واكثر من خمسه ده مش وقال كده ده افتراض عشان انت عارف على طول. انا عندي بقى سته في الكوليت برضه في الليبروسي في الدبليو اتش لو جبت دواء زياده والله انت عارف انت مصره احنا قلنا في ريد وجون اللي ذاكرين وفي دبليو اتش احنا بنعالج اللي بيعمل كده ولا انت طاقه لازم تخلي كله بعض الحمصيه في الكليه في الكليه خلاص. ناخد الليبروميترز بقى ناخد مين اخر هو ايه ليه ما يعني ممكن تبقى بلاك ممكن تبقى سن او ممكن تبقى سن. ده الموضوع كله حسب كميه الانفلتر كميه الاورجانيزم. هو شبه دي المفروض تغيير في اللون بس يعني الكلر بس مش قصدي يعني لكن مش اصلا مفيش انفلتريشن اساسا. لا لا في فرق بين الكلينيكال والباثولوجي. انت مش حاسس حاجه كلينيكال لكن في الباثولوجي في انفلتر وفي اورجانيزم بس غير كافي ان يعمل انفلتريشن. تمام مثلا انت لخبط الكلينيكال مع السيرابي لخبط الكلينيكال مع الباثولوجي نعمل حاجات كده من عادي لخبط حاجه مع حاجه قول له لخبط الكلينيكال مع الكلينيكال بقى خلاص. انت مش كل حاجه بتحصل مكتسح حاجه في الباثولوجي غير كافيه انها تبان كلينيكال. انت عشان تحس انت في ايدك حاجه عاليه يكون وصل لليفل معين ممكن عندي شويه اورجانيزم وبتاع بس مش كتير مش عاملين بس. المهم طب لما نيجي بقى لمين اللي بروفيتاس هنطبق الكلام كم سايت هيبوظوا بس مين يرتبهم؟ لما ابدا بالسكيل هقول ايه بقى؟ هقول مالتي وبايلاترال وسيمتريكال ونوديول وبلاك خلاص بقى فاهم؟ انت بقيت فاهم والله مش محتاج ولا مذاكره ولا بتاع بس احنا هنقعد بالراحه كده وانت عايز انا هكتبه لك اقوله لك عادي مش محتاجه يعني مفهوم؟ طيب خلاص. ودي اللي بتعمل حاجه اسمها ليونين ايه؟ فيشز. طبعا هينتشر في الجسم صح؟ مين يبص اخر سطرين يقول لك اكسبت سكالب ادزيلا جروين اند مرينيوم اوبا المناطق الدافئه. على فكره السكالب
حر ليه؟ عشان ريتش البلاصه بتاعه. لا مش مش عارف ان هو مثلا انضربت يعني راجل عنده ايه مش طرح كمان لا ما حرام عليكم. هو الكلوك خدت زمان ان السكالب ده ريتش ان بلاد سبلاي، والحاجه اللي ريتش ان بلاد سبلاي دي ليه؟ الانزله بقى الكورين اللي احنا بنتكلم حتى فيها فليكشن. فهمت القاعده دي؟ عشان كده الدكتور لو يعني وجود ليه جنب الانزله ده نفسه بيكسكلود الدايجنوز. ايه يا ابن الدرس دي هنا ده؟ شوف حاجه ثانيه. طبعا السؤال معبر عن نفسها جدا، نظر وبتاع وعلاج الروماتيك كده. يعني ايه بايظه؟ بقول لكم ليه بايظه؟ طب هل في ميكوزا ولا مفيش؟ في. هل في انترنال اورجن ولا مفيش؟ والنرم في الاخر صح كده؟ ده مين اللي انا برتبه ده؟ ده الليبرومس. شوف الكلام والترتيب وبتاع، تبقى الحياه حلوه جدا. كل يركز معايا. اهم ميكوزا دايما بنشوفها هي الاكسسبل ميكوزا، الحاجه زي الليزر، فتلاقي فيه استكسس. وهنا بقت الحاله ايه؟ مش هتقول يكون ها اوبن كيس، بس النفرس كيس ده عمال يطلع بس اللاين المكعب، مش كان الحاو بيرن يبقى كيسي صح؟ طيب. وممكن بعد شويه يعمل انستراكشن في النيدل كارتريج ويبوظ الدنيا والكلام ده. دكتور هو في الاسكان بيبدا ديستال ولا بيبقى ايه؟ في الاسكان بيبقى بيبدا ديستال يعني و... ديستال ويخش جوه بروكسي كده. بيشوف عينين الليبرس القدام يبدا ده يتاكل يتاكل بالتدريج كده اللي ده من ضمن الكومبليكيشن هقولها دلوقتي. هو بيأثر هنا لا في سنسيشن ولا في ماسكولاريتي، يحصل له سكيميا وارسس وتقع اميوتيشن ويقع ويبدا يتشوه كده زي الفيلم. بتحب الافلام الدراماتيكيه حصل لك ده؟ بص ايه مفاجاه الفيلم؟ ان يجي بيه ولبس تبقى طلع الانفكشن، يعني فاكره ان نون انفكشن دي في اخر الفيلم، وينزل بقى الفيلم تلاقي البطل كده ايه ده طلع التبعه. هنقول دلوقتي عامله زي ايه؟ زي لا زي عارفه الدايابيتك فود، لا عنده سنسيشن ولا عنده سبلاي، هو عمال يتخدم مش موزن بعدين الاسترولوجي مش موزن سبلاي، فيروح يسمع الاسترولوجي خالص. ده التوليد بتاع الدايابيتك فود عنده نفس الكلام من جيروسي ونفس الكلام اللي بيحصل بالظبط. وهقول الحاله في الفقره الجايه فقره السيكولي او الكومبليكيشن. مفكره قوي خلاص عشان ايه خلاص حد فاهم حاجه؟ طيب ايه تاني؟ الانتنا الاورجان هتبوظ، وعينك على مين بقى؟ الاورجان ذات الحراره المنخفضه اللي هي السيمنيج هتبوظ شويه. ومكتوب هنا ايه في الاخر بقى؟ ده ايه؟ ان ده نيرف. النيرف ده في الاخر ليه؟ العنوان اللي جاي ده مهم جدا في الامتحانات وفي الحياه العمليه وفي الافلام. بص يا سامسونج اهو اسمه سيكولي اوف ليبروماتس. ايه ده مهم جدا وعايزين بقى نحفظه. سيكولي يعني لونج تيرم كومبليكيشن. ليه يا جماعه الصوره النهائيه لو سيبنا العيان سيبناه كده هيبهدل خالص ويجينا بالمنظر دي. اللي ساعتها انا هديله الدواء عشان الموضوع ما يسوقش، وهديله الدواء عشان ما يعملش اخطاء. بس لو عندي سيكولي محتاجه تدخلات جراحيه وحاجات زي كده وريهابيليتيشن عشان كده الدم بيجيش ولا بيجي لازم نلحق الناس. خمسه ليزر في الطريق ده كده بدري قبل ما ايه؟ قبل ما تعمل الاخرين، وعشان انت تحب وعشان كمان ما يجيلكش ايه؟ السيكولي دي اسمها اهداف العلاج. هحط كمان شباب ارزا ايمز اوف تريتمنت. انا عايز هو يشوفهم ما يخش في مضاعفات وما يعديش الاخرين. يلا ايه المضاعفات؟ لو سيكولي قبل ما اقول المضاعفات، هو العنوان مكتوب ايه؟ سيكولي اوف ها؟ كلام لوجيش. مفيش حاجه اسمها سيكولي اوف تو بريكلويد.
صح؟ هل عندك في رقبتك خلاص خلاص مصصت منك كلمة جديد خالص بقى معادك في الأرض على طول على طول ما هاش حاجة لأن كده هيتغاز منك إيه تاني تاني بس سيكل هو في إيه؟ بوفر الراس بص عشان ما تنساهاش السيكل دينا هوتا من فوق تحت يعني في العين كده من الجنات هتبقى مشهور جدا وبرضه أنا معه بحرق الراس ليه بيحصل سيكل ده؟ هناك سببان رئيسيان للسكن نفهم قبل ما نحكم الأورجانيزم دي هتروح كل الأورجان صح؟ هتعمل دامج وروس فانكشن للأورجان ده تعمل انفلتريت مثلا تيست دي مش الأورجانيزم راح يطلع عشان هي حرارتها منخفضة بعد شوية التيستز كلها بقت ريبليزد باي مش ده هيأثر على وظيفتها يبقى فيش باثوجينيس يبقى فيه انفلتريتي يبقى فيش أندروجين يبقى فيه بصوا ليه بدور التلسفاق فهدينا دي أول سبب الأورجانيزم نفسه بوظ الأورجان مش الأورجانيزم بيبوظ نيرف ما هو النيرف لما يبوظ ممكن يبوظ على الفانكشن اللي معتمد على النيرف ده يعني مثلا بصور احنا بنعمل بلينك كده صح؟ البتاع ده مهم جدا في حياتنا يا جماعة انك تغمض كده ليه؟ عشان التراب والبتاع تحمي عينيك تخيل واحد عينه مفتوح على طول كده مش قادر يقفلها تلاقي عندهم اكزوفثالموس مثلا هيجي له كورنيال طب استنى انا بقفل عيني ازاي في الفيشيال وفي ريفلكس بالتريجمنا طب مش الاعصاب دي ممكن تبوظ في الليبروسي فتلاقي عين الليبروسي مفيش حاجه راحت عينيه مثلا بس ايه الاعصاب دي باظه فمش عارف يقفل عينيه كويس وكمان ما عادش في سنسيشن في الكورنيا بحيث حاجه تخبط ما ياخدش يعني بس ماشي في الرمله وفي التراب مش مركز ما يعمل صح مره مع مره يجي له كورنيال وبس لو حد بص طب ما حدش يبص خلاص هنقول لك كمان شويه هتلاقي عيان بتاع النيكروس عينيه دايما فيها وبس وحاجات زي كده مش سيكولي حد فاهم اللي انا بقوله ده الناس معايا ولا مش معايا يبقى انا قبل ما اقول ده هي السيكولي كله اسباب السيكولي ايه السؤال ده سؤال what are the sequelae أو complication أو مضاعفات أو بتاعت مين ها؟ بص بقى أول حاجة تبص على وشه تلاقي الليرونين فيشز وشه عامل زي إيه؟ الأسد هو الفكرة في نوديول كتيرة بايلاترال وسيميتريكا نوديول فوشه كده إيه؟ الليرونين فيشز طيب دي أول حاجة انزل على إيه؟ بصوا لي هنا على الأي براو والأي لاش تلاقي لوسوف هير لوسوف ايه ده من اشهر اسباب اللوسوف هير يا جماعه من زي ما بيعمل لوسوف هير في الليجا هيعمل لوسوف هير برده فتلاقي ايه لوسوف هير لوسوف اي براو ولوسوف اي لاشز لوسوف اي لاشز له اسمه مادروزس اسمه ايه مش عارف الكلمه دي يعني ايه مادروزس لوسوف اي لاش لوسوف اي براو اسمه على بيش يعني خالص او لوسوف اي براو وخلاص لكن مادروزس دي مين ها فتبص تلاقي الشعر هنا قليل والشعر كمان قليل نيجي للعين بقى هتلاقي العين اتبهدلت ليه يا بسنت لسببين ايه هما السببين دول
ان ممكن الباسيلاي تروح تترسب في العين نفسها وتبوظها خالص ماشي، فتعمل كورنيا اوباسيتي او تو نيرف هنا ترايجنال خدته زمان في ثلاث فروع اوفثالميك هو المسؤول عن السنسيشن في العين، فانت لوس اوف ريفلكس والترايجنال بيخليك تغمر اللي هو الفيشر عند الفيشر رقم 7. فبيحصل ايه بقى؟ مفيش سنسيشن فمفيش ريفلكس، وبعدين حتى مش عارف تقفل عينين، اسمها لاج اوف سيرفس. اسمها ايه؟ ده كلام بتاع زمان فاكرينه، لاج اوف سيرفس. فانت بقى في لوس اوف سنسيشن في الكورنيا وفي الكونجكتيفا، وبعدين بقى عرضه للتروما، وكمان في لاج اوف ثالموس. ده ايه النت ريزلت؟ النت ريزلت في الاخر هتلاقي كورنيا اوباستي، وده يعمل بلايندنس. صح كده؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ عشان كده بعد عمر طويل، بص لي هنا سامسونج، بعد عمر طويل لو سيبنا حاله ومش تلاقي دي تبوظ وما يشوفش وكلام، وتلاقي دي فيها اوباستي. صح كده؟ شفت الحاجات دي في الفيلم؟ تاني بقى فشل. طيب استنوني بقى، هنزل فين على النوز؟ النوز دي بتعدي لك الاستاكسس، قول له بعد شويه بيزر كارتريج نفسه هنا فيحصل ديستراكشن وتحصل كولابس، وتلاقي النوز مشوهه كده ساب النوز. تيجي للبوك بقى يقول لك عنده هورسنس اوف فويس، صوته مقبول. احنا لسه الاسبوع اللي فات واخدين هورسنس اوف فويس في مرض اسمه ليبويتورتيوس، كان سببه ايه؟ في بوزيشن في الفوكال كورد. هنا برضو في حاجه هتديبوزيت في الفوكال كورد، بس مين؟ بس اللغه تخلي ما يقفلش، تلاقي صوته متغير. تعالوا قلت من الاول اهو، هي ما ينفعش، شعر حواجبه واقع، الايلاشز مدروس، عينيه بايظه، اوبازيتي مش بيشوف كويس، بعد عمر طويل ما يشوفش خالص، ديستراكشن للنيزل وساد النوز وديفورميتي، دي بايظه خالص. طب ننزل على ايه؟ سنانه تقع؟ ماشي، ننزل على البريست. قال لك لو كان ميل تلاقي جاله جايلكو ماسك. ايه اللي جاب جايلكو ماسك؟ اوردا تستيكولار افكشن، عمل حاجات كتيره وقلل الاندروجين، فنسبيا الاستروجين ده، فدخل في جايلكو ماسك. شفت اللفه دي؟ طيب بعد كده ناخد ايديه ورجليه. بصوا لي هنا، وانا عايز سامسون يبص لي، عشان سامسون كان قال الحته دي. ايديه ورجليه بيحصل فيها شويه مشوهات كتير. ليه سببها؟ شويه حاجات كلها بتدور حول النيرف افكشن. بصوا لي هنا، انا سيبت النيرف باور، فما عادش ايه؟ عمال اتخبط واتشك واتعور. يا جماعه ربنا ادانا الالم ليش؟ ده بروتكتيف. انت لو مش في حاجتين يدوا حمايه للانسان، ايه هما في الفلسفه؟ الالم والجور. مهم جدا الكلام ده. مثلا في اسد قدامك فتخاف منه فتجري، لا انا مش بخاف من الاسد، ازاي في اسد تروح واكل؟ فهم في حاجتين بيدوا حمايه للبشر، الالم اللي انت لما حاجه تألمك تبعد عنها. يا اخي الجلديه تعبان، عملت حاجات نفسيه، بقيت لك تشنجات، يبقى تبعد عنها بقى المفروض. لو في عقل يعني، انك لو سبت نفسك الحاله تتطور، نفسك قاعد تحت كوبري، صح؟ فالالم يخليك تبعد عن مسبب الالم، صح؟ والخوف يخليك تبعد عن الحاجه اللي بتخوف. كل ده الجلديه بتخوف، طب ما تبعد يا ابني، ايه؟ مش عارف تبعد، خلاص؟ هو بقى لما ما عندوش سنسيشن، هو عمال يخبط الدروما العاديه ومش حاسس ويتحول، فما يبعدش، فيبقى اكثر عرضه لايه؟ للدروما. وبعدين الاوتونوميك مفيش بلاد سبلاي، مفيش هيلينج كويس، فتلاقي النت ريزلت اللي بيتعور والتعويره مش بتخبط كويس، يتعور والتعويره مش بتخبط كويس. بعد عمر طويل يحصل بقى اكثر ويحصل الكلام ده كله بالحرف، واللي بيحصل في التاريخ بالحرف. ده بيت فوت ليه مره اصبعه ونقطع، صح؟ ده اللي بيحصل، هو اللي بيحصل هنا بالظبط، بس لما يبقى سايب نفسه. عشان كده الموضوع ايه؟ تيجي ايده ورجله تبدا في الاطراف ونرجع لورا، يعني واخد بالك ليه في الاطراف؟ لان انا هو بيبدا في الاطراف، درجه الحراره اكثر مناسبه له، وبعدين الحته وقعت يبقى ده الطرف الجديد، يقعد صح؟ فاهم كده؟ بص بقى، تمسك ايده تلاقي فيها خمس ست حاجات، رجله فيها خمس ست حاجات شبه بعض. اول حاجه في الايد والرجل يقول لك في انستيزيا
اسمها blood and sauce. يعني كأنه blood is quality صح كده وتبقى bilateral ويه مفيش احساس هنا مفيش احساس هنا خلاص. قلت طب مش كده بس وضعه فرطوعة بالمرة بريت الاثنين طبعا ما مفيش برضه inflation اللي كان الشعر اللي هو فلن تأثن جدا. وبعدين تقول لك ايه ده كله ده sensory autonomy صح كده. طيب بصوا لي بعد عمر طويل لو ساب نفسه هيجي له ألسر صح والألسر دي تعمل نكروزيس ولوس اوف تيشو ويجي له امبيوتيشن اسمه اوتو امبيوتيشن وتلاقي في الاخر ايدك بتتاكل مفيش صوابع بقى كده صح وهكذا حسب ما العمر بقى. ولو عملت اكس راي تلاقي البوم بيتاكل من جوه وكل حاجه ماشي. كل ده سنسوري اوتونوميك. طب الموتور هيبقى فيه ايه؟ ويكنس في المصل او باراليسيس زي ما انتوا خدتوا فيه ان الباتين النر وميليا وريليا ومش عارف ده مسؤول عن ده وده مسؤول عن ده. فتلاقي بعد شويه عيان عنده كلو هاند او حاجه اسمها بارشيال كلو هاند. بارشيال ياخد الايه الاثنين الميديا دول كله بينها واحد النر وثالث والثاني النر وميديا باين وحاجه زي كده. فهو هتلاقي في الكتب كده العيان هيجي لك بالاكل مين عايز يفهمني نفسي الناس تفهم الناس تفهم. بص على ايه من الاول للاخر يا سامسونج لوس اوف سنسيشن جلوف وتحت سوكس مان بعد كده ألسر تروفيك ألسر اسمها بعد كده امبيوتيشن مش عارف ميوتيشن مش عارف ايه بعد كده بارشل كلو هاند او ايه كومبليت كلو هاند ماشي. ده حسب النيرف اللي بايظ خلاص موضوع سهل جدا. بص بقى يقول لك البارشل كلو هاند مكتوبه في الكتاب اسمها بيبل هاند اسمها ايه من شرح الكتاب ليه مش قلتهاش يا بابا؟ كل الكتب والله كل الكتب قديم وفي جديد وفي كل حاجه. ليه بس ليه بقى عشان الانر اللي هم الرابع والخامس بصوا لي هنا والتاني لما الانر والميديا يبوظ وكله يبقى بايظ حلو كده. ايه ده بعد ما نقطع دي خلص لا لكن الديفورمنت يعني بيسموه ويتشرز هاند عشان الجزار بيعور نفسه بالسكينه بيعور بالنار ده كده على طول معلش. الله يخليك انا مبسوط بيعور نفسه يوقع كوره الجزار ده اوكي يعني الانجري ده يسموه كده تمام. هو بس ده جاي من ايه؟ بص جاي من بوب. بوب اللي هو البابا البابا بوب جون بول السابق. بابا يا رب البابا بالموضوع قول له انت لما تروح مثلا عندك امتحانات بتروح مثلا للاسيس كده ولا البابا قول له النبي باركني عشان ايه النبي صح عشان عندك امتحانات تطلع سهل. هو لما يجي يعمل ليسي يبقى ايه مبنيه شويه كده صح؟ تروح يا بنتي ان شاء الله هيجي لك عايز اجري اليوم هم سموها كده اهو ليه بقى معرفش انا جزار هاند دي انا اعرف ايه بقى هاند ما اعرفش الجزار دي بالجراحه ماشي هو في الجراحه بابا ايه بتاع الجراحه ايه الجزار على انا مبسوط ليه طيب بص اخر حاجه خالص هنخش على الانترنال اورجان اهم اورجان مين ها التست تمام كل تحت اهو التست طبعا بايظه لما التستس يبوظ الاندوكراين فانكشن تبوظ مفيش تستوستيرون يعني ايه مفيش تستوستيرون بقى ها يبقى التستس فانكشن الكلام ده كله ولوس اوف ليبيدو وجاينيكو مثلا برضه بالفود دروب اللي هو ما هو خلي بالك ما انا هقول لك حاجه دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها ريست دروب وفي تحت اسمها فود ايه لما النيرف يبوظ هو مش عارف يطلع لفوق فيقع اسمها فود دروب او يسموها هامر توز في الاول يعني عامله صوابع بص من هنا صوابع وفليكس كده تحت كانها ايه زي الشاكوش كده كلها اسامي يا جماعه مش هنختلف كلها اسامي يبقى دور عليها في البيت ده الواجب وبعدها نعمل خلاص. فود دروب دي بتاعت السيادة فور ما بيجيش في السيادة هو برضه بيعمل في السيادة دروب مين يبص على الرسمه اللي قدامه؟ في رسمه جميله جدا الرسمه دي جايبه كل حاجه بس بطريقه سهله كده عشان ما تنساش وفوق وتحت وفي ألسر وكده. الموضوع ده يا جماعه موضوع خطير جدا اسمه السيكولي اوف ايه عرفت بقى ايه بيحصل كل العوامل بتجتمع على هذا الشخص
وخد بالك بس انت نسيت الكلمتين دول فانا جمعتهم في المربع تاني. انا بعد ما اكتب يا رب طب والله انا كتبتها تاني انا بس بعد صفحتين بالتاكيد حتى يكون نسيت يا رب كتبتها تاني بعد اعمل كده اتكلم بنفسي كده مكتوبه اهو ان كل السيكول ترجع لحاجتين اثنين هي هما الحاجتين دول ها يا اما خلاص هو الباسيلاي بذات نفسيه هتعمل حاجه او النرج البوز هيعمل حاجه طبعا احنا بقينا شطار وكثر خيرنا والحياه بقت كويسه جدا انا كده ايه اتكلمنا عن الجلود جلد وهرمون ونرج حتى لو جلد ونرج وخلاص اما اللي بروميتاس كلمنا على كل ده وبالمره دخلنا في مين في الكومبليكيشن طب مين بقى البوردر لاين كل البوردر لاين حاجه من الدنيا مين فاهم ان انا جات البوردر لاين ومن كوسين عملت ايه هنا دي دي صح الناس معايا ولا مش معايا بص انا هسال السؤال وروح لي انت معايا ولا مش معايا هنشوف بس البوردر لاين احيانا بيقول في الامتحان كده اقول لك ما غلس عليه طب تعرف التكنولوجيا يعني طب عارف اللي كنت كويس طب خلينا نتكلم بقى على دي بص البوردر لاين اللي اسمه هو بوردر لاين بين يعني ملوش اي حاجه يعني انا باتش ودي نوت يور تايب ابلاك كده بينهم صح كل حاجه بينهم انترميديت يعني بس هو في حاجتين كاركترستيك عشان اول كلمه كتبها بالبوردر انا وتتعلم عليها معايا كلمه انترميديت منها يعني انت قبل ما تفتح نقطه خالص في البورد بعد كل كل حاجه انترميديت الكلينيكال ها انترميديت واللي كل حاجه انترميديت والشكل والنمبر بس الصوره في شويه تكاش لو حد بص على الصوره هو يحب يجي انيو لاجن للجنب دي حاجه كاركترستيك انيو لاجن شوفوا انيو لاجن ولا يعني هو حتى لما بيعمل بلاك مش تبقى كامله ده تبقى انيو ماشي ويقول لك بيسموها ايه بقى؟ بصوا لي هنا منها بصوا لي هنا يلا يلا بص هنا قال عندي مثلا دراع واحد ايه ده لما بنقول دراع او رجل؟ هتلاقي اهل الاريجن كده مش باتش ولا نوت هي بلاك بين البيتين طبعا في حتت سليمه وحتت افكتد دي كلمه كنا سمعنا عنها قبل كده اسمها ايلاندز اوف نورمال ايه؟ الناس اللي قدام معايا من زمان مثلا بدون ذكر اسماء بس انت مثلا من زمان قوي المفروض في امراض كثيره جدا يقول لك فيها حتت نورمال سكيل يعني المرض مش واخد الكلمه على بعضه بس انت من زمان بس بتنقطع كتير يعني تيجي مثلا من يوم تنقطع سنه بدون ذكر اسماء هدى ولا فين؟ ولسه؟ نعم الحمد لله في حركه بص كله بقى يركز معاك كله يركز معاك في امراض فيها ايلاند اوف نورمال زي مين فاكر البيتي زورا ريلاكس مثلا ام ايه وده حته او حته وبعدين يقول لك ايه لما شاف المنظر ده دوايه كده الدوق سنه كبيره جدا نزل عليه سويس شيز ابيرنس سويس شيز جبنا الاريس يعني ايه سويس شيز ابيرنس ده اقصى معلومات روح للراجل قول له عندك سويس طب شكرا هي فيها فراغات فيها فراغات صح جبنا بتاع التوم اللي فيها فراغات دي فيها فراغات دي بكتيريا بتستخدم في تصنيع الكبد ده والبكتيريا دي بتطلع جازز زي الخميره كده يعني صح هواء عارفين حاجه في اي حاجه في الدنيا اللي هي فكره الخميره دي هي بتطلع جاز سي او 2 فده بيخلي العجين يعني سلاح يعلم يعني يبقى هش كده مش بتاكل بس حته خشبه كده كويس هو نفس الكلام بس هناك في الجبنه وبكتيريا بتعمل هوا فتلاقي فيه فراغات هوا فالراجل قال لك ده سويس شيء سابتي بس معلش هم سموها بديه انا فاهم انت بس ممكن مثلا انا عندي والله في حلقات بلعب فيها برضه سويس بس هو سميها كده يعني سمي كده يعني او بيسموها اسم كمان يقول لك ايه بانشد اوت يعني ايه بانشد اوت؟ بانشد اوت يعني لما اكون مخرومه كده عارف الورقه الورقه الخرامه بتاعت الورقه دي النسيب بتاعك في المديريه كده غيابات بقى وطرده وحاجات ماشي وبيساءه استخدام السلطه وحاجات زي كده فانت بتعمل ايه؟ بتجيب عارفين بتخرمه كده فدي كانها بانش اوت كان الليجن ها كلام كتير كده وانت خدت زمان في الالسر البانش اوت يعني المارجن بتاعتنا
المهم الخلاصة أن كل هذه الألفاظ إذا سمعتها في Island of Normal Skin, Bunched Out, Sheer, هو أكبر من على طول ها على كفاية مش أكثر منك. طيب أطلب منك طلب جميل جدا. إحنا كده خلصنا كليني وعرفنا الباثوجينيسيس وعرفنا ايه اللي بيحصل وعرفنا نقسمه ازاي وعرفنا عرفنا كلام كتير قوي عن الليبروسي صح؟ وطبعا اقل بكتير من الثلاث كلمات اللي انتوا مليتهم لي صح؟ انتوا كنتوا مليتوا ثلاث كلمات كده عن الليبروسي فاك ده مرض وحش مرض يعني كده يعني الله يرضى عليك. مين بقى شاطر يكون فاهم ويطبق كده ايه الهيستوباثولوجي بتاع الليبروسي كله؟ جرانيولوم اي نوع تيوبركلويد. طب يعني ايه تيوبركلويد؟ يعني هيستيوسا تيشو ماكروفاج ولانجهان ليمفوسايت صح؟ ما هي دي مين؟ طب استنى 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 ويل ديفاين ولا ديفيوز؟ حسب ده كلامنا كله انت في تيوبركلويد هتبقى ويل ديفاين وهنا تبقى ديفيوز. طب انت لو شاطر شويه قول له هعمل زين نيلسون ولا ديفاين زين نيلسون عشان اشوف الاورجانيزم هنا هتبقى الاورجانيزم مرجلة عشان دابوسي وده دابوسي حد فين حاجة؟ أنا غرضي من الفهم بتاع المقدمة النهاردة انت لو عارف مش هتفاجئ كل كلام من نفسك كل ده تيوبركلويد يعني تيوبركلويد كله مش تاخد بس يعني تيوبركلويد كذا 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 وبعدين الاورجانيزم تبقى قليل وتبقى ديفيوز فهمتوا؟ ما تعرفش الكلام ده. أنا عملت لك جدول برضه أو قبل ما أعمل الجدول إيه أول سطرين يقول لك الليبروسي ده تيوبركلويد كده انت لو مش فاضي وعايز تمشي بدري انت تصلي وتمشي كده تقول كلويد رايند صح فالترايد ده ايه دي الكلويد دي سيلوليت سايت ومانجن الليل من النوع ها خلاص صح كده. لكن لما اقفل بقى كده واكمل الجدول قول له والله في فرق بين الكلويد وفي فرق بين مين ها مين بقى يعني هيفتح كده الدنيا ومتصل هنا تبقى وين ديفايند هنا تبقى كتر خيرك يقول لك استنى من شاف الجرانيولوما بتاعت التيوبركلويد يقول لك طول عمرنا متعودين الجرانيولوما الويل ديفايند بتبقى راوند او اوفل قال لك كده يا بسام بتبقى لينير باين قوي انها لينير كده صح؟ ليه لينير؟ الله يرضى عليك مش الموضوع كله حاصل في الشوان والشوان دي حوالين النير يبقى انا بصوا بص بصوا يا جماعه بص هنا اهو الجرانيولوما جايه كده ماشيه مع النير فتبقى لينير ودي من الحاجات بتوع الباثولوجي بيربطوا بيها المرض مش انا عندي 700 سبب للجرانيولوما ايه اللي يخليه يفكر انها ليبروسي ويطلب لها الثغره بتاعت الليبروسي غير الكلينيكال حتى هو شايف الشريحه بس قول له لو انها لينير كده دي ماشيه مع مين؟ مع مين؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب طب الباسيلاي كتيره ولا قليله؟ باي موديفايد سيلنس اسمها ويسيباسيل عارف الناحيه الثانيه بتاعت الجسم قول له في ديفيوز جرانيولوما والباسيلاي كتير صح؟ وكمان يا دكتور تعال بقى نشوف كمان هنا بقى في مشكله كبيره جدا في بص على الصوره بتاعتك بتاعت الليبروميتاس اولا ما لهاش منظر ديفيوز اللي معاه كتاب قديم يبص في الكتاب الجديد هي الصوره احسن شويه بس مش مهم الكلام ده كله هقول كل حاجه المهم مين فاكر الموضوع اللي يا جماعه بصوا هنا مين ده هيسيب الكتاب ويبص هنا ادي الماكروفاج بص هنا الليبت مش دي الماكروفاج مجالها باسيلاي كل باسيلاي حواليها ايه ها الليبت ده هيدو ويدي منظر فاتح فيخلي الهيستيوسايت كلمه خدت بالك منها فومي هيستيوسايت فومي يعني فيها لون ابيض كتير طب استنى ليه ما قلتش كده في التيوبركلويد؟ عشان تشرح لي الله يرضى عليك هي التيوبركلويد كده كده فيها بس صغيره ولا كانك صح؟ عدد قليل فمش هيبان لكن دي مليانه بس باي مليانه بس باي بس كتير مالتي باسيلاري وكل ده ليبت 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 فتلاقي تقريبا نص الخليه ليبت فتبان فومي ايه؟ مين عرف الكلمه دي؟ فومي هيستيوسايت فيري فيري كاركترستيك في الامتحانات في التيوبركلويد ليبروسي ولا الليبروميتاس ليبروسي ولا البارسين ولا الاريا فوم
الليبرومين داسليبروس. فهمتوا ايه؟ ليها اسم مخصوص هنا بيسموها بركاوس اللي بيسموها ايه؟ يعني هم بدل ما يقولوا فوبي اسكيوسايت بتاعت الليبرومين داسليبروس يسموها اسم مخصوص اسمه فومي او اسمه بركاوس. مفهوم كده؟ طب استنى البسيلاية كتيرة ولا كتيرة بص انا هطلب منك طلب معلش كلنا هنبص في اي حد معاه كتاب جديد ماشي انت في خلايا فاتحه كده وفي كور لونها احمر منها بص من هنا كتاب جديد بص يا اطلب على الموبايل كده بسرعه يعني لقطه كده خد صوره من على الموبايل يعني لاي حد معاه كتاب جديد صور لها عشان تتعلم في كور لونها احمر انا هوريها لك صغيره بس عشان الكور دي كور من مين ها؟ كور شايفها؟ هيجي اجي لك اهو ها اهو شايف الكور هنا؟ الكور دي اسمها جلوباي الكور دي ها شفتين؟ ايوه الكور دي ان شاء الله وريها لك اهو كده شفت اهو باينه دي الكور وريها لك صحيح ولا ما نعرفش ما نخافش لقينا نقط لقينا الحاجات بقى لونها احمر الكره الحمراء دي كره ايه دي كره الباسيلار الكره الحمراء دي وانت لو قربت بره في الاطراف هتلاقي عصيان صغيره لونها احمر مين شاف العصيان الصغيره لونها احمر ما هي باسيلاي يا جماعه مش هي باسيلاي يبقى هنا في عصيان حمراء طبعا كره نفسك كره الدنيا كره كل حاجه او شوف العصايه مش عصايه قد كده يعني عصايه والعصيان دي اتجمعت في جلوباي هنا وريها لهم يلا وريها لهم يلا وريها العصيان انتشر فين العصيان هنا ايوه عصيان كده عصيان صغيره كده شرايط والشرايط دي اتجمعت هنا في كتله حتى الكتله دي لو بصينا على الاطراف تلاقيها زي عصيان كده وروها يا جماعه وروها ايه ده يعني انا بفكر اهو طب عصيان لما اجي انا اقول ايه الباثولوجي بتاع الليبروسي انت في فرشه في الاول كده هتقول تقول ده تيوبركلويد جرانيلو كتر خيرك وتمشي خلاص او استوسايت وليمفوسايت كتيره صح بس في فرق لو الحاله تيوبركلويد عن لو الحاله ايه قول له البروك دي بالعقل قبل ما احفظها كده هنا ويل ديفاين وهنا ايه ديفيوز هنا ماشيه مع النيل اوبلونج هنا لا ديفيوز هنا لو عملت هلاقي بس اللاي قليله لو عملت موديفايز هنا لا بس اللاي كتيره وابطولنا على ايه جلوباي كور كده وكمان هتبان الخلايا فومي هيستوسايت بالكوسيلين فهمتوا كلام سهل جدا كده الشخص خلاص مش عارف تعمل كده قال لك بس في علامه كمان هنا في الليبروميتس احنا هنخلص الباثولوجي دي
وهنروح ان خلاص انا ما عادش في اي علاقه بيننا وبين لو حد ملاحظ كل الحاجات الكاركترستيك اللي برومس هناك كلمتين وخلاص لا تقول ده بيبكا وفومينس ومش عارف جلوباري الكلام ده كله في حاجه كمان كاركترستيك لازم يكون صح هبص فين الاقي كلايه كبيره وبعد سيل وفومينس وكل حاجه لا حقيقة جدا في حته في الاوفر ديرمس بتبقى دايما نيفر افكت نيفر ايه يعني انا في الديرمس ما فيش حاجه حته من الديرمس سليمه والانفلتر والخلايا تبدا من هنا ومن تحت فدايما في شريطه فاضيه كده فوق طبعا مش باين هنا عشان احنا في قلب الديرمس ان كله خمس هنا في الكتاب ان لا احنا هنا مقربين انا قصدي لو جبت شريحه من بعيد كده ديرمس وديرمس هلاقي بداية الخلايا والفلتر والكلام ده كله سايب حته فوق كده. الظاهره دي مهمه جدا وفي ناس من القدام خدوها قبل كده. في بعض الامراض ما تاخدش الدنيا كده ولا كده تسيب حته وبعدين تبدا تاخد ايه؟ من اول الدرمس وانت نايم كده. انت بس تجيب الغيط كده تروح قطع حته من فوق كده ما تاكلهاش مش عارف ايه وبعدين تكملي بعد كده. طوفان كده داخل بعد كده. الحته اللي فوق انا هسيب بس الحته دي وهاتلي بس 13 17 خلاص هو نفس الكلام يسيب حته فوق وبعدين يكمل الحته دي اللي هي تبقى نوت افكتد بانفلترت وبخلايا ولا اي حاجه بيسموها جرينز زون بيسموها ايه القدام سمعوها معايا قبل كده والجدال يعرفوها طبعا يقول لك يعني ايه جرينز زون ابر بارت ذس نوت افكتد باي دي موجوده في امراض كتير قوي خدناها قبل كده بس النهارده موجوده في مين ها؟ الجدال خدوها في جرانيوما فيشيال في الماسكولايتس خدوها في لينفوما مش عارف الكلام ده ايه كده في سيل لينفوما والكلام ده كله ماشي؟ يبقى انا النهارده في كلام كاركترستيك في النيورونتس ان ديفيوز وفركا وفومي وجرينز زون وجلوباي والكلمتين دول خلاص؟ طب سؤال بقى انا خدت التوبركلويد وخدت مين ها؟ ليه يا دكتور دول الاثنين اللي هم الطرفين الكبار يعني اقصى اليمين واقصى اليسار طب ممكن اقول لك طبيب بورد لاين اخبار ايه؟ كله هيبقى بورد لاين يعني مش هيبقى ديفيوز ولا يعني حاجه بين البنين والنمبر اوف جريف عشان كده يا جماعه بتاع الباثولوجي لما تجي له حاله هيقول ايه؟ ممكن يقول وهو قلبه مطمن قوي انها تيوبركلويد لا ملمومه وزي الفل وبتاع ممكن يبص يقول لي برومتس الدنيا هاي صفار او يقول لي ليبروسي بس فور ايه؟ فور ليه؟ اصل انا عندي جرانيولوما وعملت موديفايد زيل نيلسن لقيت ليبروباسيلاري بس ما ايه دي انا والله مش قادر اقول لك بالظبط 100% تيوبركلويد او هذا حاجه بين البنين فانت بقى تشوف لك ايه فقط وبين البنين مش هيفرق معانا ايه انا لما اجي عارف هتقول لي الشريط ده الشريط ده حسب النمبر اوف ريجن وخلاص هتفهم حاجه فهمنا يعني ايه ليبروسي كيف يحدث كيف تطور كيف يكبر كيف ينمو كيف يتالم كيف كل حاجه هنقف على ايه بقى على حاجه اسمها ليبرا رياكشن ده موضوع مهم جدا خلاص يا الساعه كام دلوقتي كفايه كده عشان هو ايه كفايه يلا نروح بدري شويه سؤال في اليوم السؤال معروف جدا قال ليه كده هي عباره عن ليبرا سيبن عليك ده ازاي ده فرقت كتير جدا ايه بقى السؤال الثاني الكبير قوي 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 اسمه ليبرا رياكشن اسمه ايه